بكم ونتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. فحوصات كلهم اللي درنا لها بينوا بأنها يمكنها تزرع القوقعة، ودابا إن شاء الله رحنا نهودوا هالبلوك دابا نديروا واحد التست آخر اللي غادي يبين بأن العصب السمعي توصل بالتهيج الإلكتروني اللي حنايا بغينا نوصله. اليوم آية على موعد مع تحقيق الحلم، فبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه بمقدور الطفل زرع القوقعة، فقط آملين أن تكلل العملية بالنجاح. صباح الخير. أهلا وسهلا. لاباس عليك؟ موجودة البنيتة؟ صافا ماما؟ صافا؟ موجودة؟ صافي دابا إن شاء الله راه واحد 10 دقائق هما غادي يجيو يهودوا هذا البلوك باش ان شاء الله نديروا هذه العمليه باذن الله. بارك الله فيك. الله يوفقك. امين. بارك الله فيك. خلق نوع من الثقة والأريحية بين الطفل والطاقم الطبي ليس بالسهل بالنسبة لطفل لا يسمع، فتخدير طفل لا يفقه شيئاً فيما هو مقبل عليه يختلف اختلافاً كلياً عن تخدير شخص بالغ يعي كل الوعي نوع العملية التي سيجريها. التخدير ديال الأطفال كيختلف شوية على التخدير ديال الناس الكبارين، لأن خص يكون في واحد الجو ديال السكينة، خص يكون الأطفال مطمئنين، وخص يكون في واحد نوع ديال نربطوا واحد نوع ديال الثقة مع الأطفال باش يتعاملوا مع التخدير ويتعاملوا مع الطريقة اللي كندخلوهم مع هذه العمليات في ظروف أحسن. واحد الأطفال كيكونوا مطمئنين ومرتاحين حتى ظروف ديال العملية وظروف ديال التخدير كدوز في ظروف جيدة. كما شفتوا أخذنا شي شوية ديال الوقت قبل باش نربطوا واحد العلاقة، واخا وقت وجيز ولكن ربطنا واحد العلاقة بالرسم ولا بالألعاب ولا بعد النوبات غير بالابتسامة بحال هاد الناس هادو اللي ما كيسمعوش وعندنا مشاكل للتواصل معاهم. كنحاولوا دائما باش يكون داك الثقة هي اللي كنربطوا اللي كنبنيو عليها باش نديروا عملية التخدير في احسن ظروف. زراعة القوقعة هي زراعة جهاز إلكتروني في الأذن الداخلية ليساعد على السمع، وهي مخصصة للفئة المصابة بضعف سمع حسي عصبي حاد وشديد وعميق، وهي فئة لا تستطيع الاستفادة من المعينات السمعية الاعتيادية كالسماعات. دونك هنا تنشوفوا وراء الاذن، هي الاذن اللي هنا تندخلوا من هذا العظم هذا وراء الاذن، وهنا تتكون البدايه ديال دخل هذه القوقعه. من هنا تندخلوا هذاك الاسلاك ديال القوقعه المزروعه باش تدور على هذا القوقعه اللي هنا هي داخل الاذن الداخلي. التدخل الجراحي الذي سيجرى للطفل آية ليس بالسهل، وعملية الزرع تحتاج إلى الدقة والحرفية المتناهية. الطاقم الطبي كله مجند وراء هذا العمل الخيري لإنجاحه، ولحدود الساعة العملية تمر في ظروف حسنة. دابا وصلنا للفترة الأخيرة ديال زرع القوقعة، اللي دابا ملي درنا واحد المكان معين باش نحطو فيه داك الجسم الكبير ديال القوقعة. هذا واحد بياسة تنعبروا بها نشوفوا واش القياس ديالنا اللي حفرناه هو هذاك مزيان. هنا تيبين لي بان الحمد لله مزيان. دونك دابا غادي نلتحقوا باش نديروا المرحله الاخرى اللي غادي نخدموها بالمجهر. مباشرة بعد إنهاء الجراح لزرع القوقعة يتدخل مصحح النطق لإجراء بعض التجارب الإلكترونية لكشف ما مدى تجاوب القوقعة مع العصب السمعي الحسي، فالأدوار بين المتخصصين مترابطة وهي بمثابة سلسلة كل حلقة تكمل الأخرى. دور ديال المصحح السمعي في برنامج زرع القوقعة تيبدا من يوم العملية، بحيث أننا في آخر المطاف فاش غادي يسالي الدكتور غادي نديرو واحد المعايير واحد لي تيست باش نشوفو أن هذاك القوقعة ما وقعش فيها واحد الضرر منين كان تيدخلها في قلب لا كوكلي. وبعد ذلك غادي نديرو واحد لو تيست آخر اللي غادي يبين أن العصب السمعي توصل بالتهيج الإلكتروني اللي حنايا بغينا نوصله. فبعد ذلك غادي نخليو الطفل غادي يرتاح، وغادي واحد مدة شهر
باش يكون الجرح ديالو برا، وعاد داك الساعات غادي نركبوا له الاله الخارجيه اللي ان شاء الله غادي يبدا تيسمع بها. بعد ذلك غادي عاوتاني غادي نديروا واحد كل شهر غادي نشوفوا هذاك الطفل، غادي نبداو تنديروا له دي ريغلاج، كل مره غادي نزيدوا له شويه بشويه حتى ان شاء الله توصل لواحد النتيجه ممتازه ان شاء الله. نتيجة إيجابية جميع لي زيليكترود، الحمد لله خصنا غير ننتظروا باش نركبوا له داك الآلة الخارجية ونشوفوا كيفاش غادي يتجاوب مع القوقعة. الحمد لله العملية دارت مزيان، الوقت ديالها كنتوما شفتوا تقريبا درنا فيها ساعه وربع، الحمد لله دازت مزيان، وحتى النتائج اللي جربنا كيما بالكمبيوتر وشفنا بان الحمد لله هذوك لي زيليكترود الداخل خدامين، ودابا راه غادي تفيق ان شاء الله من البنج دابا واحد ربع ساعه ولا نص ساعه، ومن بعد ان شاء الله عتبات هنا 24 ساعه، وغادي تخرج غدا في الصباح ان شاء الله من المصحة، ومن بعد اسبوع تنشوفوهم وتنحيدوا من الفصمه الاولى، ومن بعد شهر ان شاء الله من اليوم تنكبوا لهم هذاك ملي تيتجبروا مزيان تنكبوا لهم هذاك لاباري على مره وتيوليو يسمعوا ان شاء الله، وعاد تبدا الفتره ديال الترويض. بعد مضي شهر على اجراء العمليه اليوم ستقوم المتخصصه بتركيب الجزء الخارجي للقوقعه، اما تطور السمع عند الطفل فهو ياتي تدريجيا وليس دفعه واحده. دابا من بعد شهر من بعد العمليه عاد تنركبوا الجهاز الخارجي باش تبدا واحد البرنامج جديد ديال الترويض وديال نديروا دي ريغلاج لمده سنه. غادي نشوفوا الطفله كل شهر لان سمعتي تيبدا تدريجيا تيتحسن، ماشي من النهار الاول تتكون النتيجه 100%. فغادي نبداو بعداك تركيب هذيك الآلة الجهاز الخارجي، وعاد غادي نشرحوا الاستعمال للآباء لأن الاستعمال هو أساسي وخص لازم يكونوا تيعرفوا يتعاملوا مع هذيك مع داك لاباري. لا الدور ديال المصححي السمع هو هاد لي ريغلاج اللي غادي نديرو باش تنتوصل لواحد النتيجه ان شاء الله ممتازه. فهاد الالات هادو تيجيو بزاف ديال لي زاكسيسوار باش يكون عند الطفل كلشي الامكانيات باش يسمع مثلا تليفون من بعد، باش يسمع التلفازه، باش تيكونوا عندهم لي زاكسيسوار باش الا شي حاجه خسرات لهم تيقدروا يعوضوها، باش ما تيكونوش الا كان شي مشكل في شي حاجه ما تيبقاوش الطفل ما تيسمعش، لازم تيكون عنده باش يعوض داك لا بياس اللي تتكون خسرات له. هذا هو الجهاز اللي تيستقبل الصوت واللي اللي غادي يختار الكلام اللي غادي يوصل للجهاز الداخلي، غير انه هو تيخصو واحد الطاقه، وهاد الطاقه غادي ناخذوها من دي باتري. هادو هما لي باتري ديال لو بروسيسور اللي غادي نبداو تنشارجيوهم بحال التليفون في الليل. لو باسيون تيبدا تيشارجيهم وتيبدا تيكونوا عنده ثلاثه اللي غادي يبدا كل مره غادي يستعمل واحد لا باتري مختلفه، وتيكون عندهم ان شارجور هو هذا في الضو، تيكون اقتصادي بحيث انه تيستعملهم بدون مشكل، حتى يبداو يعياو من بعد واحد العام عام ونص ديال الاستعمال ما تيبقاوش يديو 16 ساعه، تيقدروا يبداو ينقصوا في المده ديال الصلاحيه ديالهم. غادي دابا نبداو في العمل ديالنا، هو غادي نركبوا هذاك الجهاز الخارجي وغادي نشوفوا الطفل كيفاش غادي يتجاوب مع هاد الدبدبات اللي غادي يبدا يستقبل.
الفتره الاولى اللي تتكون من بعد اول تركاب ديال هذا الجهاز الطفل يمكن ما يبينش كاع واحد العلامات انه تيسمع، لانه شي حاجه جديده، وبالخصوص اذا كان الطفل تزاد ما تيسمعش، ما تيكونش عنده واحد الفكره على شنو هو السمع اساسا. والانسان اللي تيكون تيسمع ما تيقدرش يتخيل ان شي حد ما تيعرفش شنو هي هذه الحاسه، ولكن مع الاسف هذا الشيء كاين، فخصنا نعطيو للطفل واحد الوقت باش الدماغ ديالو يبدا يتعرف على الاصوات ويعرف شنو هو السمع، وعادي يبدا يعطينا واحد الاستجابه مع الكلام مع الاصوات اللي تيكونوا تيدوروا بالطفل. الاستماع ذاك ما نصب إليه نحن كطاقم إعلامي وطاقم طبي، فالأمل كل الأمل أن تبدي الاستجابة، والاستجابة تعني نجاح العملية وأنها تستمع للصوت بدون أن تفقه أو تفهم طبيعته. بالنسبة لهذه البنيتة إلا لاحظتي وغير غادي ندير الصوت تبدا تترمش بعينيها، سي اون رياكسيون بارمي دوطخ، كاين اطفال اللي تيبكي وكاين اللي تيبقى ساكت مخلوع، هي تترمش فاش تسمع داك الصوت. انا غادي نعاود دابا التجربه. فاش تنتوقف تتوقف ما تتبقاش تترمش عينيها، فالحمد لله معنيتها انها الصوت تيوصلها، وخص غير يكون الترويض من بعد هذا الشيء، ويكون بزاف ديال العمل في الدار، لان الدار هي كل شيء. بحال اي طفل حتى تيكون طفل عادي الا كانوا والديه مقابلينه مزيان وتيراجعوا معاه وتيتبعوه في القرايه ديالو تينجح اكثر. هاد الاطفال بحال هكذا غير هما تيبغيو عاوتاني مازال الخدمه اكثر مع الاباء، تيكون الترويض في جهه وتيكون الاباء عاوتاني في الدار تيكملوا، لانهم عندهم واحد عندها واحد خدات واحد الوقت في السن ديالها، خصها يكون بعداك تتهضر، خصها يكون عندها واحد الكلمات تتعرفهم ولا كاع تدير جمل. دابا يخصهم يخدموا معاها بزاف باش هاد باش دارك هاد المده كلها اللي ما كانش تسمع فيها. Pensez bon hein. Ah très bien, un beau sourire à la fin et tout. D'accord, دابا اللي بغيت هو نقول ان هاد العمليه هادي ماشي معنيتها ان الطفل ما تيمكنلوش يمشي للبحر، ما تيمشيش للحمام، حيت الناس بزاف تيسولونا هاد النوع ديال الاسئله. تترجع هاد الاله بحال من الجسم ديال الانسان، تيمكن لهم يمشيو للبحر، تيمكن لهم يمشيو للحمام، بشرط ان هذيك لاباري الخارجانيه ما يفزقوهاش. الا كانوا باغيين يبداو يعوموا بها وداك الشيء، كاينين واحد لي هوس تنديروهم يقدروا يعوموا بهم، يقدروا يمشيو بهم للحمام، يمشيو بهم للبحر، لا بيسين، كل شيء. ايا بنظرة مترقبة وابتسامة جميلة أبدت الاستجابة للأصوات الخارجية، وفرحتنا بها عارمة، والشكر كل الشكر للطاقم الطبي الذي تبنى الحالة. في الأسبوع المقبل سنتحدث عن ترهل الجلد. هذاك التلاشي ديال الجلد كيعطي واحد السن متقدم، بحال كتزيد لك في السن ديالك واحد 5 سنين 10 سنين، بعض المرات حتى 20 سنة. عافانا وعافاكم الله، دمتم في صحة جيدة.